عنوان المحاضرة الثانية إيجاد ردود الفعل والقوة الداخلية Finding Reactions and Internal Forces. يكون عندنا Uniform Load اللي هو بنحوله إلى قوة مركزة. القوة المركزة هذه بتركز عندنا في منتصف المسافة. إحنا عندنا هنا الحمل الموزع قيمة W كل نيوتن بر متر، وعندنا المسافة اللي هي B، فعندنا B كابيتال حيساوي W في B، والمسافة اللي هي عات اللي هي نص المسافة اللي هي الأفقية اللي هي عندنا هنا B. بالنسبة للمثلث عندنا الحمل اللي هو W، فهيتحول إلى حمل مركز، هيكون على بعد ثلث المسافة من اليسار وثلثين المسافة الأفقية عن اليمين، يعني ثلث B وثلثين B، وقيمة الحمل المركز اللي هو قيمته B حيساوي نص القاعدة في الارتفاع. هنا عندنا القاعدة اللي هي B والارتفاع المثلث اللي هو W، فعنا نص القاعدة اللي هي في الارتفاع، فعنا الارتفاع اللي هو W والقاعدة اللي هي B، فنص W B. المسافة اللي هي ثلث B على اليسار وقلنا ثلثين المسافة على اليمين. نوجد ردود الأفعال بالركائز اللي هي عندنا السبورتات، أنواع الدعامات اللي احنا خديناها، اللي هي لما تكون عندنا هنج سبورت، ولما يكون عندنا رولر سبورت، ولما يكون عندنا اللي هي دعامة ثابتة اللي هي الفيكسد سبورت. فعندنا المثال التالي الموضح اللي هو عبارة عن كاميرا. الكاميرا هذه سمبلي سبورتد بيم، مكونة من إسبان واحد، عنا إسبانات 2 المتر، هذا بالنسبة للإسبانات اللي هي بعد القوة سواء كانت قوة مركزة أو اللي هي عزم انحناء على الركيزة A، فعنا حمل مركز قيمته 15 كيلو نيوتن اتجاهها إلى أسفل على بعد 2 متر من الدعامة A، وعندنا اللي هو عزم الانحناء قيمته 30 كيلو نيوتن متر على بعد 4 متر من الـA وفي اتجاه عقارب الساعة. عندنا حمل مركز ولكنه مائل بزاوية، الزاوية عطيها لنا اللي هي التان لها اللي هو المقابل على المجاور، الظل الزاوية 3 والمقابل 3 والمجاور 4 متر. عندنا الحمل قيمته 50 كيلو متر على بعد 6 متر من الـA وعلى بعد 2 متر من الدعامة B. عند الـA عندنا هنج سبورت اللي هي بيكون فيها 2 من ردود الفعل، أما عند الـB الدعامة اللي عندنا اللي هي رولر سبورت أو اللي هي الدعامة المدحرجة. بالنسبة لردود الأفعال اللي هي عند الـA هتكون عندنا AY و AX، يعني احنا عندنا 2 من ردود الأفعال في النوع الدعامة هدية. عند البي رولر سبورت حتكون عندنا اللي هي بي واي اللي هي رد فعل واحد ورمزنا لها بالبي واي. تمت الفرض ان عند الاي بيكون عندنا حمل رد الفعل اللي هو في اتجاه الواي اتجاه الى اعلى، فرضنا اي واي اتجاه الى اعلى موجب، وعند الاكس اللي هي الاي اكس اتجاه على اليمين موجبة، وفرضنا عند البي اللي هو البي واي رد الفعل الواحد لان عندنا رولر سبورت او دعامة مدحرجة اتجاهها الى اعلى. الحمل المائل هذا قيمته 50 كيلو نيوتن يجب ان يتم تحويله الى مركبتين، قوة افقية وقوة رأسية، حتى لما يتم جمع القوة اللي هي بمعادلات الاتزان، قوة في اتجاه الواي بتساوي صفر، فعلا هناخد كل القوة اللي هي في اتجاه الواي، مجموع القوة في اتجاه الاكس، هناخد القوة في اتجاه الاكس، فلهذا لازم ان احنا نحلل القوة المائلة الى مركبتين، قوة في اتجاه الاكس وقوة في اتجاه الواي. فعندنا اللي هي الخمسين كيلو نيوتن، المجاور لها اللي احنا عندنا 4 والمقابل اللي هي للزاوية 3 متر، فحنجيب الوتر بنظرية فيثاغورس اللي هي عبارة عن جذر التربيع اللي 3 تربيع زائد 4 تربيع، حيطلع لنا 5 متر. فساين الزاوية لما ناخذ الخمسين كيلو نيوتن هذه لما نحولها إلى مركبة رأسية هتكون 50 ساين الزاوية، الساين اللي هو 3 على 5، فحنضرب
اللي هي 50 في 3 على 5 اللي هي 5 مع 50 تعطينا 10، 10 في 3 اللي هي ب30 كيلو نيوتن كما هي موضحة في الشكل. ال40 كيلو نيوتن هذه جدنا منين؟ من اللي هي عبارة عن 50 كيلو نيوتن كوساين تيتا. الكوساين كم؟ 4 على 5، ال5 مع ال50 تعطينا 10، 10 في ال4 ب50 كما هي موضحة بالشكل. عندنا هناخده اللي هي معادلات الاتزان، مجموع القوة في اتجاه الاكس بتساوي صفر. احنا عندنا هناخده كل القوة الافقية، يعني يكون تركيزنا على القوة الافقية فقط. شنو عندنا قوة افقية؟ عند الـ A الدعامة A او الركيزة A عندنا AX اتجاهها موجب على اليمين، هذا حسب الفرضية. عندنا الـ 40 كيلو نيوتن اللي هو ناتجة عن القوة المائلة اللي هي 50 كيلو نيوتن، 50 كوساين تيتا اللي هي 40 كيلو نيوتن، فناقص 40 بتساوي صفر. إذا الـ AX شو بتساوي؟ عندنا AX وناقص 40، هذو القوة الأفقية فقط اللي عندنا، بتساوي صفر. إذا AX كم بتساوي؟ 40 كيلو نيوتن واتجاهها إلى اليمين، معناها اتجاهها صحيح، اتجاه موجب. لو من المعادلة طلعت الـ AX بالسالب، معناها ناخذ القيمة الموجبة ونغير الاتجاه هنا اللي فرضته، بدل اتجاه موجب نغيره سالب، اتجاه اليسار. مجموع العزوم حول A بيساوي صفر. هناخده اللي هي معادلة الاتزان الثانية اللي هي مجموع العزوم بتساوي صفر. مجموع العزم هناخده يا إما حول B بتساوي صفر حتى نجد AY، أو مجموع العزم حول A بتساوي صفر حتى نجد الـ BY. فناخد العزم حول A بتساوي صفر، معناها كي حنوجده اللي هي القوة الرأسية اللي هي الـ BY. فعنا الـ 15 تعطينا عزم اللي هو 15 في 2 موجب اتجاه عقارب الساعة. لو احنا اخذنا طريقة اليد اليمنى، 15 في 2 مسافة اللي هي ذراع العزم للقوة 15 للدعامة A اللي هو 2 متر، اللي هي المسافة من 15 لل A، ف15 في 2 زايد اللي هو العزم اللي عندنا هنا المؤثر على بعد 4 متر من الدعامة A أو الركيزة A، ف30 كيلو نيوتن متر، زايد 30 اللي هو الناتج عن القوة الرأسية من القوة المائلة 50 كيلو نيوتن مضروبة في ذراع العزم اللي هو 6 متر، من لأن البعد القوة 30 كيلو نيوتن من 30 للركيزة A 6 متر، اللي هي 2 زائد 2 زائد 2 6 متر، إذا 30 في 6 ناقص الـ BY لأنه بتعطينا عزم في اتجاه اللي هو ضد عقارب الساعة، ف بالسالب، فناقص الـ BY في 8 بتساوي 6. فنديروا اللي هو الجمع للمعادلات اللي هي الحدود المعادلات متاعنا، جمع وطرح، حتى تطلع عندنا الـ BY بتساوي 30 كيلو نيوتن واتجاهها إلى أعلى. طلعت موجبة، معناها فرضيتنا صحيحة، والـ BY اتجاهها إلى أعلى 30 كيلو نيوتن. الباقي عندنا من المجاهيل اللي هي AY، تحصلنا على AX بتساوي 40 كيلو نيوتن واتجاهها على اليمين موجب. تحصلنا من مجموع العزم حول A بتساوي صفر على الـ BY بتساوي لنا 30 كيلو نيوتن. أما الـ AY كيف نتحصل عليه؟ من مجموع القوة في اتجاه الـ Y، لأن احنا عندنا معادلة الاتزان الثالثة اللي هي القوة الرأسية تساوي صفر. فعشان عندنا الـ AY اتجاهها لأعلى وناقص الـ 15 عندنا القوة المركزة اللي هي الـ 15 والـ 30 اللي ناتجة من 50 ساين اللي هي الزاوية. فعندنا الـ AY ناقص 15 ناقص 30 زائد الـ BY بتساوي 0. هنعوض الـ BY ب 30 فهتطلع عندنا الـ AY بتساوي 15 كيلو نيوتن واتجاهها إلى أعلى. إذن تم الحصول على المطلوب اللي هو رد ردود الفعل عند الـ A وعند الـ B. عند الـ A عندنا الـ AX والـ AY، كانت الـ AX بتساوي 40 كيلو نيوتن
والـ AY بتساوي 15 كيلو نيوتن. أما عند الركيزة B فهو رد فعل واحد لأن عنا دعامة مدحرجة أو رولر سبورت، فالـ BY كم قيمته؟ 30 كيلو نيوتن. هننتقل للشريحة الثانية، هنتعرف على مثال آخر للتوضيح أكثر كيف نوجد ردود الأفعال والقوة الداخلية عند الأعضاء. هنوجد مجموع العزوم حول B بتساوي صفر. عندنا الرياكشن اللي هو احنا لو احنا بنجيبه حول B بتساوي صفر، فعندنا من المقطع واحد واحد هنجو ان القوة الرد الفعل الموجود على الركيزة A او الدعامة A في ذراع القوة اللي هو 4 متر، بتعطينا عزم في اتجاه عقارب الساعة موجب حسب قاعدة اليد اليمنى، ناقص اللي هو عندنا الحمل الموزع 2 كيلو نيوتن بير متر مضروب في الأربعة ضرب نص المسافة اللي هي 4 على 2 بتعطينا 2، ناقص اللي هو المومنت عندنا احنا فرضناه المومنت في اتجاه ضد عقارب الساعة فأعطانا بالسالب هيساوي لنا اللي هو بصفر، فهيعطينا المومنت إذا تساوي 20 كيلو نيوتن متر، والقيمة طلعت لنا بالموجب يعني حسب ما تم فرضيته، إذا الفرضية كانت صحيحة لأن النتيجة طلعت لنا بالموجب، فلهذا بيكون العزم عند المقطع واحد واحد في اتجاه ضد عقارب الساعة. إذا عند المقطع واحد واحد عندنا القوة المحورية الـ N بتساوي صفر، لأن ما عندناش قوة أي قوة أخرى أفقية. مجموع القوة في الاتجاه الواي تحصلنا على الـ V اللي هي قوة القص بتساوي 10 كيلو نيوتن واتجاهها إلى الأعلى، والعزم كما قلنا إنه هو في اتجاه ضد عقارب الساعة قيمته 20 كيلو نيوتن متر. بالنسبة للمقطع 2-2 عندنا اللي هو مجموع اللي عندنا المقطع 2-2 هتكون عندنا الجزء اللي هو البارت من A B C، يعني احنا عندنا المقطع عند 2-2، ف عندنا اللي هي القوة المحورية عند الـ C عند النقط المقطع 2-2 هتكون عندنا عند القطع قوة محورية وقوة قص وعزم دوران اللي هو قيمته الـ M. الـ V تم فرضيتها اتجاهها إلى أعلى والـ N في الاتجاه الموجب على اليمين، والعزم اللي هو في اتجاه الدوران اللي هو ضد عقارب الساعة. هناخدو مجموع القوة في الاتجاه الإكس بتساوي صفر، هيكون تركيزنا فقط على القوة الأفقية، فعندنا في القوة الأفقية اللي هي قيمة الإن كابيتال فقط، فهنتحصل عليها إن هي بتساوي صفر. بالنسبة لمجموع الإف واي بتساوي صفر حتى نتحصل على قيمة الفي، فعندنا القوة اللي في الاتجاه الواي اللي هي الأي واي قيمتها 9 كيلو نيوتن اتجاهها إلى أعلى. عندنا البي واي رد الفعل عند البي عند الركيزة بي اتجاهها إلى الأسفل بناقص 11، وعندنا الحمل الموزع اللي هو قيمته 2 كيلو نيوتن بير متر فهو مضروب في المسافة 4 متر فهيعطينا حمل مركز قيمته 8 كيلو نيوتن اتجاهها إلى أسفل، فتسعة ناقص 2 في الأربعة ناقص 11 زائد الفي إن احنا فرضناها اتجاهها إلى أعلى، فقيمة الفي بتساوي 10 كيلو نيوتن اتجاهها إلى أعلى. مجموع العزوم آت بي بتساوي صفر، فعنا اللي هي هنوجد العزم حول بي بتساوي صفر لأن هي ركيزة مدحرجة أو دعامة مدحرجة، فهو العزم حولها بيساوي صفر، فعنا اللي هي 9 كيلو نيوتن اللي هي الـ AY مضروبة في المسافة من A إلى B ذراع القوة اللي هو العمود عليها 4 متر زايد اللي هي مجموع العزم هنا حول C، حول C سوري حول C وليس B، حول C تساوي صفر، فعنا 9 في المسافة 4 زائد 2 من المسافة A إلى C تساوي 4 زائد 2 6 متر ناقص 2 في 4 اللي هو أعطانا حمل مركز اللي هو B 2 في 4 هو اللي بيكون تركيزه في نص المسافة اللي هي 4 على 2 فتعطينا 2، إذا زايد المسافة من B إلى C حتى نصل إلى النقطة C اللي هي 4 متر 2 زائد 2 ناقص اللي هي الـ A الـ B Y اللي هو 11 كيلو نيوتن مضروب في 2 ناقص المومنت
اللي هو في اتجاه ضد عقارب الساعه اللي احنا فرضناه بيساوي صفر. اذا المومنت حيعطينا بصفر. لو احنا جمعنا حدود المعادله فحنجد قيمه العزم يساوي صفر. ايش بيساوي صفر؟ لان هنا انترنال هنج مفصل داخلي، عند المفصل الداخلي دائما العزم بيساوي صفر. اذا هذا طريقه ان احنا كيف نوجدوا اللي هي القوة الداخلية عند أي مقطع. احنا هنفرضه اللي هو احنا عند عملية القطع هتولد عندنا قوة محورية اللي هي N، وقوة رأسية أو قوة قص اللي هو قيمتها V، وعزم دوران قيمتها M. من معادلات الاتزان نقدر نتحصل على هذه القوة اللي هي القوة الداخلية. من مجموع القوة في الاتجاه الـ X بتساوي صفر نقدر نتحصل على قيمة N كابيتال، ومن مجموع الـ Fy اللي هي القوة في الاتجاه الـ Y بتساوي صفر نتحصل على قيمة الـ V، ومن مجموع العزوم حول النقطة بتساوي صفر حنتحصل على عزم الدوران اللي هو عند المقطع وقيمته MW. هنشوف المثال التالي. أوجد القوة الداخلية بالمقطع 1-1 و2-2 و3-3 اللي هي الـ internal forces at sections. الشكل اللي عندنا عبارة عن فريم. فريم هذا اللي هو AB وBC وCD. من A إلى B عندنا منبر مائل. القوة عندنا اللي هي رد فعل عند الـ A اللي هي الركيزة عند الـ A عندنا رولر سبورت. أعطينا قيمة اللي هو رد الفعل اللي هو AY قيمة 58.5 كيلو نيوتن. من A إلى B عندنا حمل موزع قيمته 15 كيلو نيوتن متر. المسافة اللي هي قيمة الميول هنا عندنا بزاوية ميل، المجاور لها 8 متر والمقابل لها اللي هو 6 متر. من البي الى السي عندنا الطول 12 متر، ما عندناش اي قوة اخرى مؤثرة على المنبر بي سي. من سي الى الدي عندنا اللي هي الحمل الموزع اللي هو المثلث قيمته 20 كيلو نيوتن بير متر، والقاعدة او الارتفاع عندنا هنا من السي الى الدي 6 متر. عند الدي عندنا دعامة اللي هي هنش سبورت او سيمبلي سبورتد. المطلوب هنا عندنا القوة الداخلية عند المقطع 1-1 و2-2 و3-3، فحناخده مقطع مقطع اللي هو حنبدو ب1-1. مقطع 1-1 مؤثر وين عندنا القطع كان في المنبر اللي هو AB. فعندنا من الشكل الموضح على اليمين عندنا سكتش للمقطع. القوة اللي هي 58.5 اللي هي الـ AY حللوها لأن احنا عندنا هنا قوة مائلة. لما تكون عندنا قوة مائلة يجب أن يتم تحليل القوة اللي هي الرأسية إلى مركبتين حتى يتم لما نجمع القوة كلها تبدأ في اتجاه واحد، يعني اللي هي تكون يا مائلة بزاوية يا تكون عمودية. هنا لازم نحلل القوة. ليش؟ لأنني المقطع متاعي مايل اللي هو 1-1، والقوة اللي الداخلية اللي عند المقطع 1-1 كلها مايلة بزاوية اللي هي عنا الـ N بتكون موازية للمنبر الـ AB ونفسها قوة محورية، والـ V هنا عنا اللي هي بتكون عمودية على المنبر اللي هو AB عند المقطع 1-1، وعندنا عزم الدوران اللي هو الام كابيتال. عندنا المقطع اللي هو 1-1 على بعد اللي هو 4 متر كما هو موضح بنص السؤال اللي عندنا او الاكزامبل. الارتفاع 1-1 اللي هو 4 متر رأسي. الزاوية تيتا اللي هي حنطلعوها هنا يا عندنا المقابل لها 6 متر والمجاور لها اللي هو 8 متر اللي هو الطول الأفقي من الـ A إلى الـ B. فهناخده اللي هي عنا الـ 15 كيلو نيوتن، هذه هي اللي عنا مائلة واللي
بأن هي حمل موزع، وعندنا اللي هي القوة أو الرياكشن رد الفعل اللي هو عند الاي واي هو اللي بيتحلل عندنا. فعندنا من مجموع القوة نحن ناخذ معادلات الاتزان، مجموع القوة في الاتجاه الاكس بتساوي صفر. هناخدوا اللي هي القوة في الاتجاه الاكس بتساوي صفر، عندنا 58.5 لما نجي نشوف الزاوية عندنا تيتا هذه، فمبينة اللي هي بالشكل كيف ان هي حيصير في تبادل بالرأس للزاوية اللي هي تيتا، حتى نتحصل على ان احنا بتكون عندنا 58.5 اللي هي حتكون المركبات لها اللي في الاتجاه الاكس اللي هي للقوة المحورية ان، عندنا اللي هي 58 فاصلة اللي هي 5 × 6/10 اللي هي المحورية، وكما يوضحها في الشكل 6/10 اللي هي المقابل على الوتر، الوتر اللي هو عبارة عن جذر التربيع لستة تربيع زائد 8 تربيع نظرية فيثاغورس، هنتحصل على الوتر للزاوية فيكون عندنا اللي هو 10 متر، فال 58.5 × 6/10 زايد اللي هي الان بتساوي صفر، فالان تطلع لنا بالماينس اللي هي ناقص 35.1 كيلو نيوتن، واتجاهها اللي هو كم موضح بالشكل. هنحلله اللي هو او ناخذ القوة اللي في الاتجاه الواي، عندنا 58.5 اللي هي من الاي واي ورد الفعل عند الدعامة اي مضروب في 8/10 اللي هي المجاور على الوتر، لان هي الزاوية كما موضحة بتكون اللي هو بالنسبة لي اللي في الاتجاه الفي هو المجاور، فياخذ 8/10 ناقص اللي هو 15، عندنا الحمل الموزع 15 كيلو نيوتن بير متر مضروب في المسافة، المسافة هنا عندنا احنا الارتفاع عندنا 4، فهنتحصل على اللي هو الطول اللي هو من عبارة عن المقابل للزاوية، المقابل لها اللي هو أو ساين الزاوية، جيب الزاوية عبارة عن 4 على المسافة إكس، لو ان احنا حطينا الطول اللي هو المايل المنبر اي بي لما قطعنا عند الواحد واحد، فحنوجد الطول اللي هو الاكس مثلا لو نحن فرضناه، فعندنا ساين الزاوية اللي هي 6 فاصلة اللي هو 4 متر على اللي هو الطول اللي هو الاكس، فعندنا ساين الزاوية احنا اللي هي طلعناها الزاوية عندنا، فكانت قيمة الوتر اللي هو 6.67 متر مضروب في 15، لان احنا عندنا الطول باش نطلع اللي هو القوة المركزة عبارة عن W في ال، فال طلعنا اللي هو 6.67 مضروب في 15 واتجاهها الاسفل بالناقص زائد الفي اللي هو احنا فرضناه لأعلى، فالفي حتكون 53.25 كيلو نيوتن. عندنا بالنسبة للأطوال هذه موضحة بالشكل كيف اللي هي تم إيجادها، وإحنا شرحناها يعني كيف تم إيجاد قيمة اللي هو الضلع المايل بالنسبة عند المقطع واحد واحد اللي هو من A إلى المقطع واحد واحد. تحصلنا على قيمة الـ N، تحصلنا على قيمة الـ V، نقدر توان نوجد اللي هي قيمة العزم، العزم اللي هو حيساوي لنا عندنا بصفر عند المقطع واحد واحد، فعندنا 58.5 اللي هي المضروب في 6/10 مش حيدير لنا تأثير أو يولد لنا عزم دوران، لأنه هو في نفس محور المنبر اللي هو الـ AB عند المقطع اللي هو واحد واحد، فواخد نفس اللي هو المحور ليه، فمش حيتولد لنا عزم، اللي يتولد لنا العزم اللي هي المركبة القوة 58.5 × 8/10، فحنضربها في الطول اللي احنا تم ايجاده اللي هو قلنا عليه اكس بيساوي 6.67 ناقص اللي هو الحمل الموزع اللي هو قيمته 15 كيلو نيوتن بير متر، حينضرب في المسافة اكس اللي هي 6.67 اللي هو الطول في الاكس على 2،
6.67 مضروبة مقسومة على 2 هتعطينا 3.25 ناقص الام بتساوي 0، فهتكون قيمة الام كابيتال من نتيجة طرح وجمع الحدود المعادلة اللي احنا اللي كوناها من مجموع العزوم بيساوي 0، هتكون قيمة الام بتساوي ناقص 21.41 كيلو نيوتن متر. طلعنا بالماينس، احنا فرضناه في اتجاه ضد عقارب الساعة، طلعنا بالماينس معناها هناخد القيمة الموجبة ونغير الاتجاه، بدل من ضد عقارب الساعة يصبح في اتجاه عقارب الساعة كما هو موضح في النتيجة اللي هي 21.41 كيلو نيوتن إلى الموجب وفي اتجاه عقارب الساعة. هذا بالنسبة للمقطع 1.1، كيف إن احنا نوجده اللي هي القوة الأفقية، القوة القص اللي هي سواء كانت قوة محورية أو قوة قص اللي هو الفي وعزم الدوران. لاحظنا إن احنا عندنا قوة مائلة، وبالنسبة للمقطع لازم تكون عندنا كل القوة تكون مركباتها في اتجاه الان سواء كانت محورية أو قوة قص في اتجاه الفي وعندنا عزم الدوران. يجب التركيز على الزاوية وهي موضحة بالشكل كيف ان احنا اللي حطيناها ان هو المقابل التبادل بالرأس واللي هي تحليل المركبات القوة سواء كانت بالجيب او بالجام تحها اللي هي وساين والكوساين. هذه قيمة اللي هي الان والام والفي في المقطع 1.1. هننتقل للشريحة الاخرى في إيجاد اللي هي القوة الداخلية عند المقطع 2.2. هنجي نشوف المقطع 2.2، المقطع 2.2 على بعد اللي هو من الركيزة A، عندنا الدعامة عند الـ A من الـ A إلى الـ B 8 متر، ومن البي إلى المقطع اللي هو 2.2 كان 7 متر. عندنا اللي هو هنجي لما نقطع عند 2.2 القوة، هنشوف القوة الان اللي هي المحورية قوة أفقية ما هيش مايلة بزاوية، وعندنا القوة الفي اللي هي القوة الداخلية عند المقطع 2.2 قوة رأسية عمودية بزاوية 90 درجة. فكل القوة اللي موجودة عندنا قبل ما نبدأ في معادلات الاتزان اللي هي المجموعة القوة في اتجاه الاكس، ناخذ القوة اللي هي في الاتجاه الاكس والقوة في الاتجاه الواي والعزوم، الثلاث المعادلات بيساوي صفر، لازم اني تكون القوة اللي عندي كلها اللي محورية بتكون افقية زي اللي هي القوة الانكابيتال. القوة الرأسية حتكون عمودية بالفي، فلهذا احنا عند الـ A عند السبورت A او الدعامة A خليناها 58.5 كيلو نيوتن، واللي بيتحلل عندنا اللي هي القوة المائلة على اللي هي اليونيفورم لود او القوة الموزعة على الـ A B. في المقطع 1.1 حللنا اللي هي الـ A Y، لان احنا عندنا الـ N والفي والمومنت هما اللي مائلين بزاوية. توا عندنا هنحلل القوة اللي هي 150 كيلو نيوتن 15 كيلو نيوتن هذه، فعنا الطول اللي هو هنوجده اللي هي عنا احنا الـ AB مايل، وعنا من الـ A إلى الـ B قوة أفقية طول أفقي طوله 8 متر والارتفاع عندنا 6 متر. هنوجد الطول المائل AB اللي هو المنبر AB من نظرية فيثاغورس الجذر التربيعي اللي هو 8 تربيع زائد اللي هي
ستة تربيع حيعطينا اللي هو الطول اللي احنا عندنا اللي هو 10 متر مربع، اللي هي لما نيجي الطول الكلي. احنا عندنا 15 كيلو نيوتن، هذه حنحولوها الى قوة مائلة قبل مركزة، مائلة مركزة بزاوية، عبارة عن W في ال. W كم عندنا؟ 15 كيلو نيوتن بالمتر، مضروب في الطول. الطول من ال A ل B قلنا المائل كم؟ عبارة عن 10 متر. تحصلنا عليه من جدر التربيعي لثمانية تربيع زائد ستة تربيع، إذا 15 في 10 هتعطينا 150 كما هي موضحة بالشكل. المية وخمسين كيلو نيوتن هذه إذا هي مائلة توا حاليا بزاوية. الزاوية هذه اللي هي تيتا، التيتا احنا عندنا اللي هي عند ال A كما هي موضحة، عند ال A الساين لها 8 على 10 والكوساين 6 على 10، ساين تيتا والكوساين تيتا عبارة عن 8 على 10. فعندنا احنا المية وخمسين هذه موضحة عندنا الزاوية وين محطوط بالنسبة للتي بالتبادل بالراس وبالتقابل، ان احنا كيف ان احنا نحولوا هذه التيتا ونخلوها القوة هذه المية وخمسين مائلة بزاوية، ان احنا حنقول قيمة التيتا هذه هي نفس التيتا اللي هي عند الاي، فما هي كما هي موضحة بالشكل. عندنا العمود لها اللي هو الموازي للاي واي والموازي للفي عبارة عن 150 كوساين تيتا، لأن الزاوية جاية المجاور التيتا جاية على المنبر اللي هو اللي على القوة الرأسية اللي هي الموازية للفي وموازية للاي واي، فهذا علاش حطينا احنا 150 في 8 على 10. القوة الثانية اللي هي الأفقية اللي حتوازي الـ N كابيتال اللي هي القوة المحورية عند المقطع 2 2، اللي هي 150 في الساين، لأن هنا الزاوية وين عندي موجودة؟ موجودة على اللي هي على الرأسي اللي هو 150 في 8 على 10، فهذه هي المقابل لها، المقابل 6 على 10، فمية وخمسين في 6 على 10. إذا حللنا القوة المائلة، نستطيع الآن إن إحنا من معادلات الاتزان هنجمع كل القوة اللي في الاتجاه الإكس هنسويها بالصفر ونجد المجهول اللي هو الإن، ومن مجموع القوة الرأسية في الاتجاه الواي هتساوي صفر هنوجد المجهول اللي هو الفي كابيتال، والعزوم عند نقطة هنتحصل على قيمة عزم الدوران اللي هو الإن. فحنبدأ بمعادلة معادلة. مجموع القوة في الاتجاه الاكس بتساوي صفر، اللي هو عندنا 150 في 6 على 10، الاتجاه وين؟ اتجاه على اليمين موجب، زايد ال N، احنا عندنا حيكون تركيز على القوة الافقية فقط، فعندنا 150 في 6 على 10 وعندنا ال N. ال N احنا فرضناها في الاتجاه اليمين موجب، فطلعت القيمة 150 في 6 على 10 قلناها الى الطرف اليمين الاخر تعطينا بناقص 90 كيلو نيوتن بالسالب، معناها اني هناخد قيمة الان الموجبة ونغير الاتجاه، بدل ما يكون على اليمين يصبح على اليسار، اذا قيمة الان تساوي 90 كيلو نيوتن واتجاهها الى الشمال. قيمة الفي من مجموع الاف واي بتساوي صفر. هنركز على القوة الرأسية فقط،
مجموع الأقوال بتساوي صفر، عندنا 58.5 اللي هي الـ AY اللي هو رد الفعل عند الركيزة A أو الدعامة A اتجاهها إلى أعلى، إذا الموجب ناقص اللي هو اللي حمل الموزع المركبة بتاعها اللي هي في الاتجاه الواي كان اتجاهها إلى أسفل 150/8/10 زايد اللي هي الفي، احنا فرضنا قيمة الفي اللي هي لأعلى فبتساوي بصفر، من الجمع والطرح هنوجد اللي هي قيمة الفي ب 61.5 كيلو نيوتن واتجاهها إلى أعلى. إذا فرضيتي نيل الفي طلعت موجبة معناها صحيحة واتجاه إلى أعلى وقيمتها 61.5 كيلو نيوتن موجبة. نوجد العزم، عزم الدوران عند المقطع 2 2، عزم الدوران عند النقطة أو المقطع 2 2 هيساوي صفر حتى نوجد قيمة الام كابيتال اللي احنا عندنا. هناخدو القوة اللي بتسبب لي عزم دوران حول المقطع 2 2، عندنا الاي واي، الاي واي هيسبب لنا عزم مع الأخذ في الاعتبار اللي هي قاعدة اليد اليمنى في الدوران اللي هو احنا عندنا القوة 58.5 حتعطينا عزم اللي هو الاي واي. الحمل الموزع عندنا القوة الأفقية والرأسية الزوز المركبتين تعطينا عزم حول 2 2، واللي هو قيمة الام كابيتال هنحطهم في المعادلة. عندنا اللي هي الـ AY 58.5 في المسافة، المسافة من الـ A إلى المقطع اللي هو 2 2، عندنا 8 متر اللي هي من الـ A إلى الـ B الأفقية، المسافة الأفقية زائد المسافة اللي هي من B إلى المقطع 2 2، كم المسافة عندنا اللي هي 7 متر، فسبعة زائد 8 15 متر، لهذا لما نجدني في المعادلة عبارة عن اللي هي الـ AY 58.5 مضروب في 15 ناقص، لأن الـ 15 الـ 150 في 6/10 هيعطينا عزم دوران إلى اتجاه ضد عقارب الساعة. لهذا الإشارة بالسالب، إذا ناقص 150 في 6/10 في المسافة، المسافة عبارة عن نص الطول أو الارتفاع من الـ A إلى الـ B، لأن الارتفاع الكلي 6 متر، وهي مؤثرة وين؟ إحنا قلنا القوة لما نحول أي قوة عزم أي قوة موزعة لما نحولها إلى حمل مركز دائما يؤثر في النص، مش زي المثلث الحمل الموزع لشكل مستطيل تأثير القوة المركزة في النص المسافة اللي هي الطول على 2 إلا على 2، لكن في المثلث عندنا تلت وتلتين، فلهذا هنا ياخدينا 6 متر اللي هو الارتفاع الكلي من الـ A إلى الـ B اللي هو طوله ارتفاعه 6 متر قسمناها على 2 فأعطانا 3، فناقص الـ 150 في 6/10 للمركبة الأفقية للحمل الموزع اللي هو 150 مضروب في 6/10 ضرب المسافة اللي هي 3 متر اللي هو ذراع العزم القوة اللي هو الطول العمودي عليها. ناقص اللي هو احنا عندنا الرأسية، المركبة الرأسية للحمل الموزع اللي هو 15 كيلو نيوتن عندنا 150 في 8/10 هتعطينا عزم دوران في الاتجاه ضد عقارب الساعة سالب مضروب في 4، المسافة من الـ A إلى الـ B هنا
هنا عندنا احنا قلنا دائما تأثير القوة في المنتصف سواء كان رأسي ولا أفقي. الأفقي عندنا من A لل B 8 متر، 8 تقسيم 2 اللي هي 4 متر، 4 زايد اللي هي المسافة من ال B إلى المقطع 2 2 اللي هي 7 متر، إذا 4 زايد 7 مضروب في 8 على 10 في المية أو 50. ناقص الام كابيتال، الام كابيتال هنا اللي هو احنا فرضناه اللي هو عند المقطع 2 2 في اتجاه ضد عقارب الساعة. اذا نجمع ونطرح عندنا 158 ونصف ال 15 ناقص 150 في 6 على 10 ضرب 3 وناقص 150 في 8 على 10 في 4 زائد 7 اللي هي احنا عندنا 11 ناقص الام بتساوي 0. من الناتج اني لما نجمع الحدود المعادلة اللي عندنا جمع وطرح هتكون عندنا قيمة الام اللي هي ناقص 712.5 كيلو نيوتن متر. طلعنا هنا النتيجة من المعادلة جمع وطرح طلعتنا بالسالب، فلهذا ان احنا هناخذ القيمة الموجبة لقيمة الام لكن مع تغيير الاتجاه زي ما قلنا في الشرائح السابقة. إذا ناخذ القيمة الموجبة اللي هي الام كابيتال تساوي 712.5 كيلو نيوتن متر، والاتجاه يصبح بدل من ضد عقارب الساعة اللي احنا فرضناه يتحول إلى في اتجاه عقارب الساعة موجب وقيمته 712.5 كيلو نيوتن متر. هذه قيمة اللي هي القوة الداخلية في المقطع 2 2. القوة المحورية الإن كانت أفقية وقيمتها 90 كيلو نيوتن واتجاهها الاتجاه اليسار، الفي قيمتها 61.5 كيلو نيوتن واتجاهها إلى أعلى، وقيمة المومنت يساوي 712.5 كيلو نيوتن متر واتجاهها في اتجاه عقارب الساعة. هذا بالنسبة للمقطع 2 2. عندنا المقطع 3 3 حيكون as a homework واجب يتم حله من قبل الطالب، حيكون عندنا نفس الخطوات ان احنا بتكون عندنا قوة افقية. طبعا هنا عند المقطع 3 3 حتكون قوة افقية ما هيش مايلة بزاوية، فمن السهل ايجادها. هتكون عندنا الام كابيتال، تكون عندنا اللي هي الفي، وتكون عندنا عزم. فقط بيكون عندنا الحمل بدل ما يكون حمل موزع يكون عندنا حمل على شكل مثلث، حيتحول الى حمل مركز عبارة عن نص القاعدة في الارتفاع، والمسافات دائما تلت المسافة من اللي هي أعلى ارتفاع للمثلث وتلتين من الجهة اللي هي الأقل يصل حتى للصفر، فحيكون تلتين المسافة. من معادلات الاتزان تستطيع الطالب أو يستطيع الطالب إيجاد اللي هي قيمة الان مجموع القوة في الاتجاه الإكس بتساوي صفر، ومن معادلة الاتزان مجموع القوة في الاتجاه الواي حنتحصل بتساوي صفر، حنتحصل على قيمة الفي، ومجموع العزم اللي هو عند المقطع اللي هو 3 3 المطلوب كواجب أو أزه مارك حيساوي صفر صفر. حناخده نفس الخطوات ونقدر ان احنا نتحصل على قيمة الان والفي والام. هذا بالنسبة لي طريقة إيجاد القوة الداخلية عند اللي هي المنشآت سواء كان للفريمز اللي هي الأطر أو للبيم اللي هي العوارض. إيجاد القوة الداخلية نتيجة أننا لما ندير أي مقطع حتتولد عندي قوة داخلية اللي تتمثل في الـN والـV والـM.